حسيناكم بتحبوا الهدايا، 10 هدايا رح تاخدوهم. تليفون روعة. صباحه للي عنده صباح، مساءه للي عنده مساء، وتصبح على خير للنايمين. نحن ما بدنا نوقفها للكلمة لان انتو حبيتوها، اذا ما بدكن اياها قلولنا. اليوم عنا تليفون جديد اسمه C67. ليكم منا لونين، ليكم منا بضاعة. نحن قبل هلا قلنا لكم انه الريلمي تليفون لهلا والله ما صلحنا منه ولا تليفون، يمكن اليوم نصلحه. هذا التليفون بيجي 108 ميجا بيكسل سناب دراجون 8+8 256 جيجا، يعني 16 256، 7.59 ملليمتر الترا سليم. شوفوا قديه حجمه، شوفوا كيف لونه. هذا التليفون السنسر اللي بقلب الكاميرات هني سنسر سامسونج، يعني دمجنا الريلمي مع السامسونج. اذا بتفوت بتشيك كل شيء مثل ما عم نقول لك اياه مزبوط. هيدا اليوم نحن اللي عم نحكي عنه تليفون 90 هرتز دول سبيكر، يعني ما بقى تقول الصوت واطي، الصوت اكتر من عالي. الشارج تاعه 33 واط، بطاريته 5000 ملي امبير. هيدا 8+8 108 ميجا بيكسل، والامامية 8 اكيد، بس كاميرا روعة الروعات. بنضلنا بدنا نقول انه الشاشة بتيجي 6.72 انش. خلصنا الكفر تاعه بيحمي الكاميرا، لانه الكاميرا مفروزة اكتر لبرا، هون بغطيها لان هون بتصير اعلى منه. شو بعد بدنا نقول؟ تليفون ما حنقلكم ضد الكسر، بس طاقة التحمل تاعيته كتير عالية، يعني ما ضروري نكسر فيه، هذا بلا تكسير. بس معه كفالة سنة، معه كفالة 120 يوم على الشاشة. تليفون روعة الروعات. نحن قلنا لكم بالاول 10، فنحن حنقول لكم الهدية الاولى 1 شمسية، سبيكر سيارة، وسبيكر العادة، والقنينة، والجام مساج، والايرفون بلوتوث، واللمبة صغيرة بالبيت، وهذا اللي بدي يعصب منها. صاروا 9، والتليفون العاشر هيدا الاوفر كله بس ب $225، ببلش من اليوم وانتو رح تستفيدوا. ويلا روح.